وش فايدة هالجرس ذا؟ مطعم هل تبي أكل ولا لا؟ ها؟ إيه أبغى فواكه. لم تدفع فلوس. خلاص راح جيب أنا أكل وأعطيك فلوس. ها؟ يلا. كيف جبته؟ يا رجال تعال دق الجرس ويجيك على طول الأكل. صادق أنت؟ اي والله شوف جد. الجرس يجيب لي أكل؟ ايه متأكد؟ متأكد يا رجال، شوف كيف جاب لي. طيب اسمع بدقة بشوف يجيب لي ولا لا. طيب الحين يجي. استهبل انت. ها وش تبي؟ دقة الجرس. ها ابي كبسة وعصير. لازم تدفع فلوس ترى. طيب خلاص بس جيبها اول شيء. يلا ها؟ كيف جبته؟ بسم الله. والله لك الحلو يا نواف. تبون شيء ولا تدفعون الحساب؟ ها؟ نبي حلا. بابا صار جاهز. لازم نعم
اوكي هذا شيء هي صح. سمنا بلوز مع الحساب إيه إن شاء الله إن شاء الله. شئ حرام. ها كيف الحل؟ حلو. والله غيّد فيني مصاب. خلاص خلاص بندفع الحساب بندفع الحساب خلاص 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 خلاص